استاذ جمال، ويعني في نفس السياق لكن خلينا نسال السؤال اللي الناس بتساله، ويعني بنقول احنا نبض الناس، هل ستختلف الرؤيه لسواء مجلس الامناء او الاهداف او ما الى ذلك؟ البعض كان يقول انه يعني الحوار الوطني وعشان هيبقى فيه فتره انتخابات وهيبقى فيه ضغط وضغط للعمل، هل الرؤيه بتختلف؟ احنا ذكرنا طبعا في بدايه الاحاديث بتاعتنا عن الحوار الوطني انه الاهداف والرؤيه واضحه لمصر الجديدة والرؤية تضع لسنين قادمة والتنمية المستدامة وما إلى ذلك. إيه اللي ممكن نأكده للشارع المصري الآن في رؤى وأهداف الحوار الوطني؟ اختلفت، زادت، قلت، يعني إزاي تقدر توضح ده للمواطن المصري؟ طبعا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. خلينا نقول يعني أنه نطرح سؤال برضو قبل ما نخش لي فيما هو قادم في الحوار. طب لماذا يعني توقف الحوار في خلال الفترات والأيام الماضية؟ الحوار توقف، قرر مجلس الأمناء أنه التزاما بالحيادية والموضوعية والشفافية والنزاهة أنه يعني أن الحوار ياخد أجازة الفترة دي، لأنه فيه مرشحين، يعني على سبيل المثال ونذكر بعضنا، يعني أنه على سبيل المثال عندنا السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو مشارك في الحوار، عندنا السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي مشارك. وهذا الحزب هو يعني احد مؤسسي الحركه المدنيه الديمقراطيه وهو مشارك في الحوار. عندنا حزب الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد وهو مشارك في الحوار. وبالتالي اي تدخلات من الحوار ربما تتلامس مع فكره او تتقاطع مع فكره الحياديه والشفافيه، وبالتالي قرر مجلس الامناء انه ده انطلاقا من هذه الرؤيه وهذا النموذج، ولان الحوار ملك للمجتمع وليس ملك للشعب وحده او لمن يحكم وحده او مؤسسه، يعني ملك للجميع، وبالتالي له قواعد حاكمه. انطلاقا من هذه القواعد الحاكمه تم يعني او اخذ اجازه خلال الفترات الماضيه. الملحوظه الثانيه انه في 18 ديسمبر في اول كلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان النتيجه مباشره وفوز الرئيس مباشره، اكد يعني من ضمن رسائله المهمه على استكمال الحوار. وهنا يعني نقفز الى 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 مستقبل الحوار ونمد الخط على استقامته ليوم نقف عند يوم 26 ابريل 2022. رأس الدولة الذي أطلق المبادرة هو أحد المرشحين قبل إعلان النتيجة قبل 18 ديسمبر، وبالتالي هناك أربعة مرشحين صاحب المبادرة وثلاثة آخرين مشاركين في الـ في الـ في الحوار الوطني، تمام. وبالتالي هنا أعلن صاحب المبادرة عندما أعلن بعد فوزه استكمال الحوار، هذه الضمانة الكبرى. طيب إحنا أمام يعني لست فقط لأن عضو مجلس أمناء أو غيره، ولكن نبض الشارع يؤكد هناك علامات وبصمات تؤكد نجاح. الحفاظ على النجاح مسؤولية أكبر، خد بال حضرتك، مسؤولية أكبر، لأنه أنت خلال الفترات منذ بدأت انطلاق جلسات الحوار الوطني وانطلاق حتى جلسات مجلس الأمناء، المجال العام والمجال السياسي بشكل عام أخذ منحى ومسار كبير جدا. انطلقت المبادرة بصدق فاقتنع بها الشارع واقتنع بها المواطن المصري. فبالتالي هنا أنت بتشوف حجم الزخم، خد بالك يعني، وهتذكر جملة المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان أنه كان في قطيعة حقيقية ما بين كل القوى السياسية والأحزاب السياسية بعضها البعض قبل إعلان المبادرة. وبالتالي جاءت المبادرة هنا إيه؟ دي يعني مش عايز أقول لفتح شرايين وإزالة انسدادات كثيرة جدا كانت موجودة، ونجحت المبادرة لأن المبادرة كانت جادة، وأي عمل جاد يشعر به الآخرون بسرعة. إحنا أمام ما يزيد عن 60 حزب بشكل حقيقي شاركوا، إحنا شفنا جلسات، خد بالك احنا لازم نفكر بعضنا، في نفس اليوم تزامن معه اللي هو تفعيل لجنة العفو الرئاسي
في 26 ابريل في قرارات اتخذت على طول طبعا، واتخذت قرارات وصلت الى ما يزيد عن نحو 1500 مفرج عنه منذ تفعيل لجنه العفو حتى هذه اللحظه. اثنين، انه يعني كل من يعني اراد الاشراف القضائي من القرارات اللي تم السيد الرئيس، والاشراف القضائي نتكلم عنه لان الاشراف هينتهي برضو عشان نوضح الموضوع، الاشراف هينتهي 17 يناير. تمام. لكن هنا ايه، الناس تحسست منذ اطلاق المبادره، وهذا الكلام يعني مفكر بعدين تحسست، طب هم يقولوا ايه، هم يعملوا ايه، طب حد ياخد حريته، حد يتكلم الله، لكن لا، فوجئوا بانه القائمين على الحوار الوطني قال لك لا، الحوار على الهواء مباشره، مش كده ولا ايه؟ طيب كل فئات المجتمع وكل الاطياف السياسيه شاركت وتحدثت، مفيش خطوط حمراء، لكن لم يغفل احد الضوابط الحاكمه، خد بالك. يعني ادارنا هنا المسؤوليه، يعني هي فكره ترسيخ ثقافه الحريه المسؤوله، وبالتالي هنا حققت نجاحات، خرجت بنتائج في عندنا ثلاثه محاور، محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور اجتماعي، وزي ما ذكرت حضرتك احنا بنتكلم تقريبا في نحو 90 جلسه وصل الامر في النقاشات. طيب فيها وصلنا لده. هناخد هنصنف ونبدا، عشان احنا بس قلنا رد حضرتك كده، يعني انه في تراك زي ما بيقولوا او في خط احنا ماشيين عليه، هو مستكمل، ما تاثرش بحاجه، بالعكس ده هو اداله شرعيه وقوه اكثر بذلك.